تخيل معايا ان على مدار الاف السنين عاش على كوكب الارض اكتر من 100 مليار انسان، الا انهم اتحرموا من رؤية المشاهد الرائعة والغريبة اللي هتشوفها دلوقتي حالا. صور حرفيا من عالم اخر بتثبت اننا بنمثل جزء صغير جدا من اعجوبة كونية باسم المجموعة الشمسية. وبالرغم من قطر مجموعتنا الشمسية اللي بيوصل لحوالي 300 مليار كيلومتر تقريبا، والمسافات الشاسعة بين الاجرام الكونية اللي بتحويها، الا ان الصور الحقيقية اللي هتشوفها حالا هتحسسك وكأنك بالفعل موجود على كل كوكب من كواكب مجموعتنا الشمسية الثمانية، بصور بيتم عرضها لأول مرة لغضب الشمس المسيطر على كوكب عطارد، بالإضافة لبراكين وبحيرات معدن الرصاص المنصهر على توأم الأرض كوكب الزهرة، وطيران في أعماق صحاري كوكب المريخ، والوصول أخيرا للعمالقة الغازية اللي لحد دلوقتي بتمثل أربع ألغاز كونية كجزء من كتاب كوني بيضم أكتر من 4.5 مليار سنة من تاريخ المجموعة الشمسية بالكامل. وكل ده وأكتر هنعرفه مع بعض النهاردة. لكن لو بتشوفنا للمرة الأولى ما تنساش الاشتراك في القناة أو دعمنا بالسوبر سانكس من زرار القلب تحت الفيديو، واللي فعلا بيدعمنا للانطلاق في رحلات جديدة وعظيمة بين النجوم. ولو استمتعت برحلتنا الكونية ما تنساش اللايك. جاهزين؟ يلا بينا. رحلتنا النهاردة هتبدأ من أعظم الأجرام الكونية في مجموعتنا الشمسية، بكمية طاقة منتجة من شمسنا بتساوي تريليون قنبلة نووية خلال كل ثانية، وكتلة بتوصل لحوالي 99% من كتلة المجموعة الشمسية بالكامل. ومن أجمل وأخطر الصور اللي تم تصويرها لشمسنا هي فيديو تم التقاطه من مرصد سولار ديناميك، واللي بيمثل أكبر انفجار شمسي أو كورونال ماس إيجاكشن على سطح الشمس، بلسان من البلازما امتد لملايين الكيلومترات في أعماق المجموعة الشمسية بسرعة وصلت لحوالي 550 كيلومتر في الثانية الواحدة، واللي نتج عنه وقتها قطع الاتصالات الراديوية على كوكب الأرض لأيام كاملة. لكن قبل ما ننطلق لكوكب عطارد على متن سفينتنا الفضائية، تعال أسألك سؤال غريب شوية. هو لو الشمس اختفت دلوقتي حالا من مجموعتنا الشمسية، إيه اللي هيحصل وقتها على كوكب الأرض؟ في الواقع إن إجابة السؤال ده غريبة شوية، لأن حرفياً مش هيحصل أي حاجة لمدة 8 دقايق و20 ثانية كاملة، لأن تأثير الشمس الجاذبوي عشان يوصل لكوكب الأرض هيستغرق نفس 8 دقايق و20 ثانية، لأن سرعة انتقال تأثير الجاذبية بيساوي سرعة الضوء. لكن بمجرد وصولنا ل 8 دقايق و20 ثانية وواحد جزء من الثانية، هتنطلق الأرض لأعماق الفضاء بسرعات مهولة، ونتيجة للانطلاق المفاجئ من مدارها الطبيعي هينتهي حوالي 99% من أشكال الحياة على الكوكب بالكامل في جزء صغير من الثانية. دلوقتي قطعنا حوالي 67 مليون كيلومتر تقريبا بعدا عن الشمس، ووصلنا لكوكب عطارد، واللي كان محط أنظار مهمات فضائية مختلفة خلال تاريخ البشر، خاصة في القرن الماضي. إلا إن أعظم المهمات اللي فعلا جمعت معلومات رائعة عن كوكب عطارد هي المهمة ماسنجر، ومن أجمل الصور اللي قدرت تصورها ماسنجر هي صورة لكوكب عطارد مغمور بمئات التصادمات النيزكية بكل الأحجام تقريبا. إلا إن موقع التصادم النيزكي العملاق اللي حير العلماء على مر السنين هو فان ايك كريتر، بقطرها اللي بيوصل لحوالي 270 كيلومتر تقريبا، وكون التصادم أثر على مدار كوكب عطارد بشكل كبير من وقتها. لكن الأجمل هي صور من نوع السبكترال لكوكب عطارد تم تصويرها سنة 2015، بالإضافة لأكثر من 200 ألف صورة لكوكب عطارد قبل ما تنتهي مهمة ماسنجر بالتصادم مع الكوكب في نفس السنة. لكن هل تعتقد ان كوكب عطارد هو الاعلى في درجات الحرارة على سطحه كونه الاقرب للشمس؟ في الواقع ان اجابة السؤال ده هي لا، لان اعلى الكواكب في درجات الحرارة هو كوكب الزهرة بحرارة على سطحه بتوصل لحوالي 470 درجة مئوية. فالمشهد اللي قدامك حالا من شباك سفينتنا الفضائية هو لتوأم الارض كوكب الزهرة على مسافة 107 مليون كيلومتر تقريبا من الشمس. فكوكب الزهرة بيمتلك غلاف جوي سميك بدرجة مرعبة، ومكون من ثاني اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكبريت، بالاضافة لغاز النيتروجين
الهيدروجين. ومن أعظم المهمات اللي نجحت في الهبوط على كوكب الزهرة هي مركبة الاتحاد السوفيتي فينيرا 13، وتعتبر أول مركبة فضائية قدرت إنها تصور سطح كوكب الزهرة وبالألوان وبتفاصيل حرفيا ظهرت لأول مرة من وقتها. في وسط ضغط جوي ودرجات حرارة قادرين على تكوين أنهار وبحيرات عملاقة من معدن الرصاص المنصهر. ونتيجة لنجاح مهمة فينيرا 13 أرسلت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا المركبة ماجلان سنة 1990 لكوكب الزهرة لتصوير ورسم خريطة كاملة لسطح الكوكب، والكشف عن صور بتوضح أنشطة بركانية وحركة الصفائح التكتونية على كوكب الزهرة، وأخيرا تصوير آثار لرياح من هواء عالي الكثافة بشكل بيتم رصده لأول مرة في الحالة الفائقة أو باسم العلمي السوبر كريتيكال. وانتهت مهمة ماجلان بالتصادم مع الكوكب بعد تصوير جبل مات مونز بطوله اللي بيوصل لحوالي 5 كيلومتر تقريبا. ونوصل بسفينتنا الفضائية لمسافة 150 مليون كيلومتر تقريبا من الشمس أو تحديدا كوكب الأرض، واللي يعتبر الواحة الكونية الوحيدة للحياة في الكون بالكامل. لكن مش هنقضي وقت طويل هنا لأن رحلتنا ما زالت طويلة وممتعة. وصلنا للكوكب الأحمر أرض الآلات كوكب المريخ بخمس مركبات آلية لتصوير ودراسة الكوكب بمنتهى الدقة، كونه بيمثل الأمل الأكبر لدعم الحياة من مليارات السنين في الماضي قبل كوكب الأرض. لكن المشهد اللي هتشوفه حالا هو تصوير لأعظم وديان كوكب المريخ باسمه العلمي فاليز مارينرز، وده بالإضافة لملايين الصور اللي تم تصويرها للكوكب الأحمر في مشاهد لعالم من المحتمل انه كان جنة للحياة من 3 مليار سنة في الماضي. لكن دلوقتي لازم تربط حزام الأمان بشكل أقوى، لأنك على وشك انك تمر بالقرب من عملاق المجموعة الشمسية كوكب المشتري على مسافة 740 مليون كيلومتر تقريبا من الشمس، وكأنه بينظر لباقي الكواكب السبعة بعين حمراء عمرها بيوصل لحوالي 450 سنة تقريبا، واللي بتمثل عاصفة من أقوى وأكبر العواصف في المجموعة الشمسية بالكامل. فسنة 2017 وصلت المركبة جونو فأقرب نقطة من الجريت ريد سبوت بمسافة تقدر ب 9000 كيلومتر تقريبا، وصورت الصورة العظيمة اللي قدامك حالا، بالإضافة لكتير من الصور الرائعة اللي قدرت المركبة جونو إنها تصورها خلال رحلتها اللي ما زالت مستمرة لحد النهاردة. إلا إن أغرب الصور هي المشهد اللي قدامك حالا واللي بيمثل القطب الشمالي لكوكب المشتري بثمان عواصف عملاقة بتدور حوالين عاصفة أكبر في الحجم في مشهد هندسي غريب ومريب، وكأنها حرفيا مصنوعة من حضارة عاقلة في مكان مستحيل إنه يدعم أي شكل من أشكال الحياة إطلاقا. إلا إن أجمل الصور اللي فعلا تعتبر الأعظم لكوكب المشتري هي صور تلسكوب جيمس ويب للعملاق الغازي من مجرد شهور قليلة، واللي ظهر فيها جمال وعظمة كوكب المشتري في كل تفصيلة من الصور. واتكلمنا عن الصور دي كلها في رحلة مخصوصة تقدر تشوفها في الكارد اللي ظهر دلوقتي حالا في الأعلى على يمين الشاشة. لكن دلوقتي وصلنا لأجمل جوهرة كونية، كوكب زحل بحلقاته العظيمة اللي للأسف على وشك إنها تختفي تماما خلال سنين قليلة في المستقبل. واتكلمنا عن السبب العجيب وراء اختفاء حلقات كوكب زحل في رحلتنا اللي فاتت بالتفصيل. فدلوقتي احنا على مسافة 1.5 مليار كيلومتر تقريبا من الشمس في مكان مهمة المركبة كاسيني اللي قدرت انها تصور مئات من اجمل الصور لسيد الخواتم كوكب زحل. لكن اجملهم هي صورة للقطب الشمالي لكوكب زحل بعاصفة سداسية الشكل بشكل غريب ملهوش اي تفسير علمي معتمد لحد النهاردة. وتنهي المركبة كاسيني رحلتها بصورة اخيرة للطبقات العليا من الغلاف الجوي للكوكب، وتحترق اثناء اختراقها لجوهرة المجموعة الشمسية تفاديا للتصادم باقماره التلجية زي انسلادس والقمر تايتن، اللي قد تكون بالفعل بتحوي شكل ما من اشكال الحياة المشابهة لاعماق المحيطات على كوكب الارض. لكن لو بدأت ترصد الشمس من شباك سفينتنا الفضائية حالا هتكتشف ان ضوءها بدأ يضعف تدريجيا، لاننا بالفعل وصلنا لاطراف مجموعتنا الشمسية على مسافة 3 مليار كيلومتر تقريبا او تحديدا مدار كوكب اورانوس، اللي قدرت المركبة فويجر 2 سنة 1999 انها تصوره صور ما زالت بتمثل تحف فنية وعلمية لحد النهاردة، بالاضافة لصورة تلسكوب هابل الفضائي سنة 2011 لكوكب اورانوس واللي بيظهر فيها وكأنه جوهرة زرقاء بحلقة حمراء من الياقوت في اعماق الفضاء. واخيرا ننطلق بسفينتنا الفضائية لابعد الكواكب في مجموعتنا الشمسية كوكب نبتون على مسافة بتوصل
حوالي 4.5 مليار كيلو متر تقريبا من الشمس. وصوره الرائعة من المركبة فويجر 2 اللي بتوضح عاصفة عملاقة باسم نبتون دارك سبوت، بالإضافة لصورة بتوضح سحب خطية عملاقة ممتدة لعشرات الكيلومترات في الطبقات العليا من الغلاف الجوي لكوكب نبتون. وأخيرا صورة تلسكوب جيمس ويب من مجرد أيام لكوكب نبتون، وكأنه جوهرة كونية بحلقات حرفيا بيتم تصويرها لأول مرة بوضوح غير مسبوق. لكن بالرغم من المسافات الرهيبة اللي قطعناها مع بعض النهاردة في أعماق المجموعة الشمسية، إلا إن أقرب النجوم لشمسنا بروكسيما سنتاري بيبعد عننا حوالي 9000 ضعف المسافة اللي قطعناها النهاردة من الشمس لكوكب نبتون. فالسؤال دلوقتي، هل تعتقد إن الحضارة البشرية مقدر ليها إنها تعيش حوالين النجم بروكسيما سنتاري كبديل للشمس في المستقبل؟ مستني أعرف رأيكم في الكومنتات.